بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم يا يا هادي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. هذه شروط مقتاش باش تكونوا أحباب ربي. هو توفي مرتبة المحبة لله، هما في الظهر إلى الآن هم أرقى مستوى من مجموع أو الغالبية من يدعون الإسلام. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم. المعية مع الله مش سهلة، رو مش سهلة المنال. أنتم مع الشيطان، غلبكم مع الشيطان. هل وعدوا مبين واتخذتم ربا من دون الله؟ هذا وقعكم خاصة عند الكرب. مش كل المسلمين، قلنا المسلمين ربما في بعض الجهات إيران ولا ما أماكن أخرى فيها، ولا تركيا فيها، ربما فيها منا نسبة لا بأس بها من المؤمنين الصادقين الفاعلين المصلين بحق حاضرين مع الرحمن الرحيم اللي يؤتون الزكاة ويحقوا الصدقات وصومهم مقبول وحجهم مقبول والحمد لله تعالى اللي مازلنا عنا كما قال قائدنا عليه الصلاة والسلام، مازلنا عنا من هم صادقين مع الرحمن. الخير فيه وفي أمتي حتى قيام الساعة، والجهاد ماض حتى قيام الساعة. أعلم الصادقين أهل القرآن بحق، القرآن العظيم بحق، أعلم موصين الجهاد يكون مستوى القول أو مستوى الفعل على كل المنابر وعلى كل الساحات. أعلى ربي اختارنا وتفضل علينا ومن علينا أن كنا كما تسمعون وترون. والسلام علينا آل محمد عليه الصلاة والسلام، النبي العربي الصادق الأمين، وهو منصور من لدن المولى أبر حياته بالدنيا وحماه الله، والله يعصمك من الناس. وهو المرتبة الأولى في محبة الله، هو الإمام لو ماتر ذا بوس. والسلام علينا بالتمام والكمال.